الاكسبريس اف ام، زلنا مواصلين معكم حتى تكشي الاربع متاع العشية. وصلنا لاخر حصتنا لليوم، وحاضر معايا الجنود الخفي، وهو جندي الخفي من قبيله وانا نخدم معاه. هز جيب يمشي يجاوي لي تري سيرفيابل ومحلي، وبالحق ميرسي بوكو عمر. هذه فوزيت شارجي de tech et services à Business France. مرحبا بك. Et merci beaucoup pour le sourire, pour votre disponibilité, Zed. Merci beaucoup. يعيشك. وحاضرة معنا كالعادة هي لا ستار دو نوتر ايميسيون شاك فوندردي، ما زيدا بحضينا اليوم مدام منيرة بوزويتا، بريزيدونت دو لاسوسيسيون ارفور. اهلا وسهلا بك. مرحبا. سافا؟ الحمد لله. هيا بيه. اوكي. الوغ باش نبدا معاك انت سي عمر، اليوم لي رونكونتر هذيا سي لا دوزيام ايديسيون باي بزنس فرانس، مع العديد من المؤسسات اللي كانوا بارتنير معاكم اليوم، واليوم نحكيو على التكنولوجيا والموارد البشرية اللي عامين التالي ولا حتى ثلاث سنين التالي، يقولوا شنو العلاقه يا اخي، اش مدخلهم ببعضهم؟ الوغ كو اليوم فما اون فري فالس بيناتهم زوز، فما اون هارموني وفما اون كومبليمونتاريتي اللي داير تحكي عليها اليوم. طرقتوا الموضوع الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يعاون الموارد البشريه، طرقتوا كذلك البيان اتخو ترافاي واستعمال التكنولوجيا باش نوصلوا للراحه وانه يتخلق معناتها ان انفيرونمون ملائم في العمل. اليوم كيفاش تقيم المشاركه؟ كيفاش تقيم اهم المواضيع اللي تم طرحها والبرنامج ككل؟ البرنامج ككل سيتي تري ساتيسفيزون بور نو، اللي شفنا لي ليكوسيستيم موجود حاضر اليوم، لي بارتنير نتاعنا حاضرين، ils ont répondu présent، ils étaient là، ils ont répondu à l'appel، les DRH ont répondu à l'appel. C'est pour nous حاجة مهمة برشا. L'idée c'est de transmettre la tech c'est très transversal. Oui. تبدا من l'agriculture tout ça elle a pas de limite. Oui. C'est une compétence. دونك والتونس القوه نتاعها الكبيره سي الموارد البشريه. كان تحب تطور الموارد البشريه نتاعها ما تنجمش تطورها من غير التكنولوجيا. دونك سي جوستومون لو بوت سي ار اتش تك. فما اون اكسبيرونس موجوده في فرنسا ا ترافير لا فين كو فوز افي يو توت الور ا ترافير لو لابيراش سي دي كلوستر. نو اون شيرش ا بارتاجي سي لي اكسبيرونس لي صاروا في فرنسا ا كري دي بون ما بين تونس وفرنسا. نشوفوا برشا شركات فرنسيس حلوا في تونس وبرشا شركات توانسه حلوا في فرنسا pour des marchés. Donc nous avons un petit peu à la croisée des chemins mais bientôt on essaie de trouver des synergies de les aider à se développer sur la Tunisie ou inchallah sur le continent africain en entier. هذه اللي نتمنوا هنا باش نمر المدام منيرة توا حكيتوا زيد على التكنولوجيا برشا وعلاقتها بالموارد البشرية. دوغ في اخر اللي قالين حكينا على لي ابليكاسيون وكيفاش ينجموا يعاونوا. اليوم وقت نحكيوا على ترانسفورماسيون ديجيتال والتك والاي اي سوفون نلقاو اون سيرتين ريزيستانس، معناتها فما برشا دي رونكونتر مش حتى لي راش بركه حتى تمشي الفينانس ليكونومي كونت يساجي دو اي اي والا دو ترانسفورماسيون ديجيتال. فما سورتو لي جينيراسيون لي سينيور ولي جينيراسيون القدم يقول لك با خلينا نقفوا شويه. اليوم اسكو فوز افي ريسونتي سيت ريزيستانس عند الناس المشاركين في الرونكونت نتاع اليوم ولا لا؟ اليوم لا لا يا دو زون كي نونا عارضين دو زون حكينا على ايفوليسيون نزيدوا الحاجه اللي لازم نشوفوها اليوم اللي حضروا كانوا دو فوا سو دو لاني ديرنيير ا بوبري داكور. دونك عامنا ولا حكينا على الترانسفورماسيون ديجيتال اليوم كانت اقوى. اليوم الناس تفهمت اللي سو ني بلو ان شوا، اليوم يلزمك تعمل ديجيتال، يلزمك تو ترانسفورم سينو راهو باش تخرج من المنظومه كامل. منظومه توا ولينا يلزمنا نعملوا ديجيتال اي كومون سو بريباري بور ديجيتال. دونك اليوم اكثر حكينا فما لي زوتي تبارك الله لي زابليكاسيون ما شاء الله. اي سا مونك با. اكزاكتومون تو ريبون. ماتنون اسكو احنا حضرنا روايحنا باش نستعملوا الانتيليجونس ارتيفيسيال او نو؟ اسكو قريناهم اولادنا؟ اسكو حضرنا لا باز دو دوني نتاعنا؟ اسكو فهمناهم؟ تو سا سي لو ترافاي دو دي ار اتش. دونك اللي قلناه اليوم سي فورماسيون يلزمك تقري يلزمك تحضر لا باز دو دوني نتاعك باش الانتيليجونس ارتيفيسيال تصلح كيف ما يلزم. دونك وي الانتيليجونس ارتيفيسيال ني بلو ان شوا سيت اون اوبليغاسيون. سيت اون اوبليغاسيون. قبيله قبل باش نخدم بالسؤال هذايا قبيله نحكيو على دو زيكول، فما ليكول الاولى يقول لك انه الذكاء الاصطناعي باش يعوض الانسان وباش يسرق لنا ويهز لنا خدمنا، ولكن فما مدرسه اخرى اللي انا نحبذها واحده من الناس نقول لك ليه باش يخلي لك اكثر وقت باش تكون عندك اكثر كرياتيفيتي باش تخرج لوما يمكن يعاوننا نرجعوا لدي فالور نتاعنا اون طون كيتر هومان. باش يولي عندنا اكثر وقت باش نتلهاو لوما. باش ينحي لك الحسابات الفارغه ولا الحسابات اللي تعبني ولا تقلقني باش نخلي لي اكثر وقت
نحسن المجهود نتاعي pour une meilleure compétence تاع الاولاد نتاعي pour une meilleure étude pour un environnement de travail خير pour tout ça les جي من بعد okay. Donc l'intelligence artificielle باش تعاوني باش تبدل لي ميتيي oui. Oui مش باش تنحي لي الخدمه ça va Donc, transformer les métiers ouais. Mais on a toujours du travail oui. Ou du travail qui est plus important ouais, parce que surtout, je serai mon mochna oui surtout avec l'arrivée de la génération ouais. Z et alpha باش نحضروا احنا برشا حاجات جديده في عالم المهن مره اخرى شكرا لك سي عمر هذلي vous êtes chargé du tech et service business France شكرا على حضورك معنا اليوم وشكرا على البزنس فرانس على حسن تنظيم اللقاء نتاع اليوم وان شاء الله بون فون والى ان شاء الله لي زيديسيون جايين يكونوا فيهم اكثر ناس فما اكثر مواضيع يتم تطرق لها ويكون ناجح كيما ليديسيون نتاع المره هذه مدام منيرة بوزويتا نشكرك زيد على حضورك معنا Vous êtes toujours rayonnante. Vous êtes la présidente de l'association Arforg. Shukran jazilan lik. On a quand même وصلنا لاخر حوارنا اليوم واخر لقائنا في كارير حكينا على لي رونكونتر اللي صاروا اليوم من تنظيم بزنس فرانس RH اي تك. شكرا لكم الناس الكل كنت معكم نادا منصور مقدم ميكرو ادم مدف في الاخراج الرقمي محمد الاحمر في الاخراج الرقمي اميني بن نصر في الاخراج نادا منصور مقدم ميكرو نحن نتقابلوا غدوة في كارير دي سي لا prenez soin de vous bye bye وبسلامة